من وقع عليه الظلم؟ الظلم ظلم، ولكن هنالك فرق بين أن يظلم مؤمن وبين أن تظلم سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. أن تظلم بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله، أن تظلم من غضبها غضب رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هو حجم الظلم؟ هل كان غصبا لفدك فقط؟ في الواقع كان تكذيبا للصديقة الكبرى صلوات الله عليها، في الواقع تكذيب للقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم شهد للصديقة فاطمة بالطهارة المطلقة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الهجوم على الدار ليس دارا عاديا، الدار التي كان يستأذن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يتم الهجوم على هذه الدار، تحرق هذه الدار، وتعصر الصديقة الكبرى بين الحائط والباب، ويسقط منها الجنين. راجعوا كتاب الهجوم على بيت فاطمة حتى تجدوا مصادر ما ذكرته من كتب الفريقين في عشرات المصادر. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم لماذا أدانوا الخلافة الأموية؟ لماذا أدانوا الخلافة العباسية؟ حتى يقولون هؤلاء لا يمثلون الدين ولا يمثلون الإسلام. فنحن نعتقد أنه انطلاقا من هذه العوامل التي ذكرناها ينبغي علينا أن نجهر وأن نتحدث وأن نوثق. طبعا الأسلوب قد يختلف من بلد إلى بلد، ولكن هذا المنهج العام يجب أن يبقى مهما اختلفت صوره وأشكاله.